لو تسمح لي أستاذ محمود نذهب لنشاهد هذا الفيديو. وتتزايد أعداد الأتراك المعارضين للعدوان على سوريا من داخل تركيا على الرغم من عدم سماح الشرطة التركية لهذه الأصوات المعارضة بالتظاهر ضد أردوغان. نتابع. IŞİD'i kurtarma operasyonudur. Bu operasyon Kürt halkına statü vermemek ama IŞİD'i komşu yapma operasyonudur. Şimdi bunun adı işgal değil de nedir?